تشاهدوا في هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة. كما كتشوفوا حبيباتي، اليوم الفيديو تاع نهار اليوم خارج المطبخ، بغيت نشارككم في بعض الهدايا وصلوني من عند ماما. كاين بعض المشتريات شريتهم انايا، بغيت نشارككم معايا وبعض الهدايا اللي شريتهم ماما لولادي بمناسبه المولد النبوي الشريف، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. وتاني مناسبه عندي عرس تاع ولد خالتي في هذا الشهر ان شاء الله، ربي يدوم الفرحه. شريت لهم هنا دي توني، بالنسبه لولدي شريت له لبسه تقليديه بالنسبه للمولد وما بغا يلبسها في العرس غير في الكورتيج. وهذه اللبسه اللي شريتها لبنتي، نبداو باللبسه الاولى اللي شريتها لبنتي. شريت لها هذه لاغوب لاك تشوفوا فيها ليون بلون، فيها لو بيج جوغ دو روب دو برينسيس، ها هي كما كتشوفوا معاها بوندو تاعها، ولكن ماما ما عجبهاش بانها سام. شريت لها نوتخ بوندو معاها، ها هو فيه ورده في الجنب. وشريت لها معاهم هاد السبابيك اللي كنتو فيه بلون فيه لو بيج على حساب لاغوب، شوفوا شحال الشباب. بالنسبه للسعر نتاع هاد السبابيك شريتها لها هو السعر تاع 110000، وبالنسبه للسعر تاع لاغوب شريتها لها هنايا 165000. هاد البوندو شريتها لها 30000. شريت لها هاد لي بالك تشوف فيها مشبكه، ها هو الشكل تاعها. شريتها لها في البلون على حساب لاتوري باش تلبسها لها نهار العرس. صدقوني البنات عجبوني بزاف وفرحوني، حتى المفرح تبغى تفرحكم معايا، ربي يشد لي فيها ان شاء الله. وشريت لها هذا البارفان، ننصحكم باش تشروها بالنسبه للامهات اللي عندهم دي بيبي. هاد البارفان صراحه البنات شابه بزاف، فيها واحد لودور شابه، تقعد لكم حوالي 3 ايام ولا لاصقه في البيبي، ما قاعده تغسلي تقعد لاصقه في البيبي. هذه او دي بارفيم، هذه دير 70000، شابه بزاف، ننصحكم باش تشروها. ها هي شوفوا الشكل تاعها، هاي لامارك فلة، ان شاء الله تكون بانت لكم في التصويره مليح. وشريت لها هذه كما كتشوفوا، هذه البارابلوي على شكل دونتيل جايه بيضاء، هذه باش تصور بها. شوفوا شحال شابه البنات، شابه بزاف. اما بالنسبه للابن تاعي انا صبروا نوخر عليكم باش نوريكم مليح تكون الصوره واضحه. اما بالنسبه لولدي شريت له هذا البونتوف اللي تشوفيها تاع ايموجي، باش يلبسها في الشتاء في الدار يدور بها، انا مليحه غير نشاف ولا تلبسها في لاشومب ولا جاي مقطنه. وشريت له لبسه تقليديه بالنسبه للمولد او ميم طون يلبسها في عرسه ولد خالتي. شريت له هاد لاتوني اللي تشوفيها عباءه بيضاء، ها هي تجي من تحت جايه جوغ دو سوا، تنتيحه بزاف شباب، ها هي. وفوقها التكشيطه تاعها لبسه مغربيه، تجي من فوق، تجي هذه من تحت وتجي هذه من فوق. شوف كشابه بنات، كتنتيحه الشبه بزاف، كتنتيحه جاي ثقيل كيما المليفه. هذه حره مغربيه حره، السعر تاعها البنات هنا 700000، دير 700000 هذه مع هذه. وشريت لها هذا الطربوش هاني مغربي باش يلبسه معاها، شوف كشعل شباب البنات، هذا يدير 200000، كتنتيحه جاي ساتان حنين بزاف، ها هو. وشريت لها البليغه، هذه البليغه دير 180000، كوير فري كوير البنات، هنا ماشي سكاي ولا ما تقشر ما والو، الجلد تاعها شبه من نوع رفيع. وشريت لي هاد لي سوكيت اللي تشوف فيهم، شريت هاد لي سوكيت، شريت لي هادو خفاف هكا ندورو بهم في المنزل ولا تكون كاش خارجه ولا تلبسوهم، شابين بزاف. هادو المشتريات اللي شريتهم ماما لولادي، نطلب لها الصحة ان شاء الله وطولة العمر، ربي يخليها ليا ويخليها لوليداتي. اما بالنسبة للمشتريات اللي شريتهم انايا، شريت بعض الماكياج عجبوني بزاف، هاد لي برودوي اللي شريتهم بغيت نشارككم معايا، بالك تدو فكرة تبغوا تشوفوا هاد لي مارك ولا حاجة شابة بزاف. الحاجة الأولى اللي شريتها عجبتني بزاف هاد الشامبوان، هاد الشامبوان مصنوع بالبوتوكس ولا الكيراتين، شبه بزاف يرطب الشعر، سيغتو لي عندها شعر سيك، الشعر تاعها ناشف مليح ولا تكون دي ليماش. وشريت لي هاد الجيل دوش شباب بزاف، الكو تاعها روعة تاع كراميل شباب، هاهو ولا فاني الكو تاعها تاع لافاني، شباب بزاف. وهاد لاكخيم تجي في لوكول بعد ما تدوشي ولا تاع نواط كوكو، تبقى فيها الريحة ما شاء الله ما تروحش. جربتها صدقوني غير عجبتني، شريت منها زوج تاع القرع شابه بزاف. شريت هاد الفون دو تان لا مارك نوت، راه يتباع في الاسواق، كاين بزاف كيما هادي شريتها انا 170000، وكاين تاع 80000، بصح هادي تاع 70000 شابه، لا مارك تاعها شابه، ما ديري معاها لا بودغ لا والو،
ديريها ديريكتومون فوق الوجه تاعك. هنا كاين بزاف لي نيميرو، كل وحده النيميرو تاعها. هاد النيميرو 4 نفتحها لكم باش تشوفوها كيفاش دايره. ها هو اللون تاعها، جاي شابه بزاف. نغدي لكم شويه وتشوفوها في الكول، شوفوا في الجلد كي تبان ناشفه، ما تقعدش مزيته ولا ما ديري معاها لا فوندو تاع بودغ لا والو. جاي لا كولور تاعها برونز، انا ما نبغيش الفوندو تاعي تكون قاصحه تكون بيضه بزاف ولا. هذه ديرها بور توجور، مشيت على سواغي شريت هذا الفراج ولا كتشوفوا فيه لا كولور تاعها شابه بزاف، ماشي غوز ولا ما تجيش غامقه كيما كتشوفوا راه تبان لكم في لابوتوي غامقه، ولكن كي ديريها في الخدود تجي شابه بزاف. شريت هذا لونتيسير، هذا لونتيسير بيبي شباب بزاف، يجي تحت العينين يدرك لكم كاع لي طاش، ولا ميم تقدري ديري كي الفون دو تا فوق لي طاش ولا. شريت هاد لا مارك تاع الروسيل، هاني ماركه شابه بزاف ما يطلقش، ويبقوا الشفار يكونوا مشوكين، ها وفيه الفوليوم شباب بزاف. شريت هاد التاتواج ديري فوق فوق الحاجب، انا شريته هنا مارون شوكولا، هنا فيه زوج تاع الرؤوس، هنا فيه لابغوس باش تمشطي الحاجب تاعك، وهنايا فيه طاطو كيما كتشوفوا هو مارون شوكولا. ها هو ندير لكم هنايا ماراش فونسي بزاف شباب، يبان على حسب انا شريت على حسب اللون تاع العينين. نتبعوا عينيكم كي دايره، الا كان عينيك وحني تشري في النوار، كاين بيج، كاين كل وحده ولا كولور تاعها. شريت فينيك هنايا كيما كتشوفوا هادو كاع دي روج عليف. هذا الباليت شباب بزاف، ديريه كي كونتور، ديريه في النيف، ديريه في الخدود، هنا اللي يكون عندها لي بروبليم في النيف ولا ديريه شباب. شوفي فيه 3 تاع لي كولور، ها هو لي كولور تاعو شابين بزاف روعه ما شاء الله جاي مات. وشريت هاد الروج عليف اللي كتشوفي غلوس، هذا ان هادو البنات شريتهم بوغ لا سواري، تكون عندك عرس ولا تشري هادو لي كولور فرونسي. هاد لا كولور اللي كتشوفي فيه جاي مو فرونسي، انا شريت على حسب لي توني اللي عندي. وكاينين تاع كل يوم، كل وحده والذوق تاعها. انا شريت هذا اللي كتشوفي فيه غلوس، شريت هاد الغوج عليف شباب بزاف، ها هو شوفوا كي دايره لاكولور تاع هذا بور توجور جي غوج. بصح اللي تبغي تخرج بهاد لاكولور ديري، انا صراحه نبغي نديرها هكا كاش خارجه ولا تحمد ولا نديرها، انا مابغيش كي نخرج مابغيش كثر الماكياج. شريت هذا مارون شوكولا، ها هو شوفوا البنات شحال شباب. اللي تبغي هاد لي كولور تشري منهم لوغو تاع شوكولا. هذا شريت هذا، هذا هاني بوغ توجور ديريه كل يوم هكا تخرجي ولا، جاي خفيف لا كولور تاعي جاي في الصومو شباب بزاف. شريت هاد لا كولور البنات، قعدت لهي غير في الكاطو نسيت كاع الماكياج، ما تماكمش العرس تاع ولد خالتي ما نهوتش، صدقوني ما نهوتش نشري. انا هنا شريت لا تروس تاعي شويه الماكياج شويه سوا، قصته وجددت شويه هنايا لي كولور لي نستعملهم كيما هذا هاني بوغ توجور. ولا كولور تاعي شحال شابه، انا حتى المعجبوني لي كولور شريت عمل لون. شريت هذا هاني شباب بزاف، ها هو هذا تقدري ديري فيه سواري ولا تخرجي به كيما تحبي. شوفوا لا كولور تاعي شحال شابه روعه، هادو ما يطيروش جاي مات وما يطيرش، يقعد في في شنايفك ما يطيرش. هذا هاني شريته العلاس عندي كافطون حسابه، جاي شوفوا جاي موف، وعنده الجلوس تاعه ديري فوقه شوف كي يولي يلمع وما يطيرش، يقعد 24 ساعه في شنيفك. هنا مليح الاعراس تكونوا تاكلوا ولا ما يطيركمش ما تخافوش، حتى تقلعوه بليد ماكيون. شريت هذا كذلك، شوفوا لا كولور تاعها كي دايره، انا نبغي الصومو بزاف ونبغي الموف كما كتشوفوا اغلبيه اللي شاريه في الموف بزاف في الصومو، ولكن متبدلين لي كولور. هنا معاه الجلوس تاع فانيك. شريت هذا الغوش، غوج بيزي شباب بزاف، هذه هاد لا كولور شابه بزاف، جاي مات ما لوغو تاع فريز، هنا ما يمطيش هاد لا كولور. كاين هذا فانيك، هذا الغوج هاني تاع لي سواغي، وهذا كتو فيه هذا شباب بزاف، والاسعار معقوله ماشي غاليين بزاف. ها شوفوا لا كولور تاع شحال شابه، هذا جاي غوج بريكي جاي مات ما يطيرش، هادو كاع اللي كتشوفيهم تاكلوا ولا عليكم ما يطيروا لكم ما والو ما تخافوش. هنا الاسعار معقوله، لي بري راهم دايرين دي بروموسيون ماشي غاليين بزاف، زعما تساعد الجميع.
انا كاع تاعتكم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم المشتريات تاعي شريتهم اليوم. ان شاء الله يعجبكم. هنا الى عندكم بعض التساؤلات ولا تعليقات تحطوها لي في لي كومونتير. وعندي هنا فيديو غندير لكم بعد بعض المشتريات. انا بنات انا عندي واحد الكوموند تاع عرس، ولكن ما غاديش نخدمها انا دو ليامات، غير شريت المشتريات تاعي حضرتهم باش كي نريح ان شاء الله ونشوف روحي مليحه نخدم هاد لا كوموند. كتفات فيا وعدت مولاتها قبل ندير لوبيراسيون، ما نقدرش انانيولي باسكو هادي عروسه وبعيده مسكينه، ما نقدرش انانيولي لها، نريح غير شويه ونبدا نخدم لا كوموند تاعها. نوريكم المشتريات تاعي من بعد اللي شريتهم تاع هاد الكوموند، ونوريكم نحط لكم لادريس نتاع السيد اللي شريت عليه اللي نشري عليه مستلزمات حلويات في مدينه وهران. عندي قلت لكم زوج قايت في التعليقات بعض التساؤلات، مي راكي تشري صوالح الحلوى. انا نشري على واحد هنا في وهران، راني حضرت لكم فلوق عنده ان شاء الله نحطها لكم على المشتريات. وعندي واحد في بلعباس ان شاء الله هاني نحط لكم فلوق تاعه ونوريكم المشتريات اللي شريتهم عليه. ان شاء الله تكون استفدتوا في هذا الفيديو، ما نكونش طولت عليكم، تكون خفيفه ظريفه عليكم. نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي نتاع مشتريات تاعي ونتاع الفلوغ اللي درته عند المحل. تهلاو في رواحكم، تهلاو في رواحكم البنات، تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش البنات اللي عجبتها لا فيديو تاع هاد الجيم لا فيديو، وتضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. تهلاو في رواحكم البنات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.